أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. All right, you read. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات. No. The standing zabar will remain the same, man. Why are you changing that? Bayinat. Yeah, again, the last word again. Bayinat. That's it. وَالْكَافِرِينَ عَذَابٌ. Oh, come on, Ali Madda, again. والكافرين عذاب مهين. Okay, continue. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما بچے فوکس عاملو. Come on, focus. It's easy word. عاملو. Yeah, next. أحصاه الله ونسوه. والله على كل شيء شهيد. شهيد قلقل وندال. شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول
وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. All right. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من Young man. Don't you see the small ta here? We are stopping here. When we are stopping, it's not fil ardi, it's fil ard. Fil ard. Fil ard. Fil ard. Yeah, that's it. Ma yakunu min najwa thalatha. ثهن إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. It's not هو. You don't have to stretch the هو. No reason. إلا هو معه معهم إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين No, why are you stretching noon? Come on, more. إِلَى الَّذِينَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ No, do not pause in the middle of the word. Come on. وَالْعُدْوَانِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا Don't you see the small za? We can stop here if we want to. So just stop here. وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ ومعصية
الرسول. Except from lam alif, you must stop at every other sign which you see. No matter what sign it comes, only on lam alif you will not stop. On other signs you can stop. Okay. Okay. Yeah. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. نقول, come on. نقول. Yeah. حسبهم جهنم. Ha 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 ha. جهنم. Yeah. يصلونها فبئس المصير. Yeah, good job. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى اتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا
إلا بإذن الله. بإذن الله. بإذن الله. وعلى الله فليتوكل. No, فليتوكل المؤمنون. فليتوكل المؤمنون. Yeah, good job. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس. No. Don't pause in the middle of the word. Come on. في المجالس. في المجالس. فافسحوا. Don't stretch the scene. فافسحوا. يفسح الله لكم. وإن Be careful, young man. وَإِذَا كِلَّا شُرُّ يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ والذين أوتوا العلم درجات. No, درجات. We are stopping. Come on. درجات. بھئی درجات. Read the ta also. درجات. Yeah. والله بما تعملون خبير. Good job. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. All right. Alhamdulillah. We studied 4 pages today. MashaAllah. In 20 minutes, we studied 4 pages. That's great. We will be able to finish the Quran, inshallah, within a reasonable amount of time if we daily do that. All right, man. How many prayers did you offer? 5. Good job. All right. Did you sleep on time? Yes. Good job, man. Good job. Did you help your mom? Yes. Were there any guests? No. All right. Did you read the tajweed cheat sheet? No. Did you do your tasbih? Yes. Did you read the washroom dua? Yes. Good job. MashaAllah. That's great. You got 120 points. MashaAllah. All right. So inshallah, meet you on Monday. Wish you best of luck. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam. Allah Hafiz.